حبايبنا متابعينا متابعين شركة المنهراوي للمصداقية ان تتقابل النهاردة يجي لي ناس من صعيد مصر يعني بحري وابلي. النهاردة في بحري بنها وابلي الفيوم. الفيوم اللي انا منه ابويا واخواتي بقى الفيوم احسن ناس تقابلها في حياتك كلها قال الفيوم. بتوع الفيوم النهاردة هياخدوا عزية خطوط تمام؟ وبتوع بنها هياخدوها بقى للخطوط ويعملوها عربية رباط يشد مكنة يشد عليها سبلة يشد عليها اي حاجة هياخد العزية. طبعا العجل بتمن امه بتشتغل ساعة اكتر من غيرها وياخد لها ترومبة رش وده ياخد ترومبة رش ان شاء الله تمام؟ طبعا كل عزاء معاها البسخة بتاعتها بس خلي الحيارة الدنيا دي الحيارة الدنيا محدش عارف يعملها والله محدش عارف يعملها. وبعدين هنعمل لكل عزاء من دول لو هم حطوا عجلتين حديد عشان تمشي في الخطوط الصغيرة بتاع الكرة والقصب عندك عجلتين حديد يمشي في الخط بتاع القصب والكرة حلو بس وراك من غير ما تركب اللي هي السلكين حلو. واهم حاجة طبعا تعمل لايك وتشترك في القناة وبعدين اشترك في القناة لا تشترك في القناة هلا اعمل لك زاوية توفيق هلا اشترك في القناة هلا لا تشترك هلا ايه بلا بضاعة ولا فلوس صوت راح فلوس اشترك اعمل لايك لايك كفاية وتعمل لايك يولا يولا الله في العزاء بقى دي الكامة دي الكامة الأصلية دي الكامة الأعزاء الكامة الأصلية مش التقليد الكامة تبقى مختومة على الماتور وعلى الماتور وعلى الكورونا الفكس بتاعه مختومة كامة طبعا ماشي الماركة بتاعتها كامة لا الماركة كامة بس هي اتنين عمود الاتنين كامة في اللي هي العشرة حصان والعشرة حصان بتبقى لها عمود واحد كده كامة واحد طبعا دي عشان نركب الاولاني ده هنركب عليه المحشه والتاني هركب عليه ترومبه رش او ترومبه الميه كذلك بقى العزاء 7.5 حصان دي على فكره دي العزاء الوحيده اللي نزلت مصر اللي فيها ثلاث حاجات مش موجودين في اي عزاء اولا 7.5 حصان ثانيا اتنين كامه ودي مش هتلاقيها خالص مش هتلاقيها في اي عزاء والعزاء الوحيده اللي بتاخدها من عندنا بضمان لان لها رقم موتور رقم شاسي ورقم موتور والاثنين الشغل بتاع لو انت بصيت عليه التاريخ بتاعها 12/3/2022 طبعا فيها نور هنتكلم في احدث حاجه مش بنتكلم في حاجه بتاع 3 4 5 سنين ورا او حاجه كده تكون لا الشغل بتاع يدوبك لسه بتاع السنوات ربنا يكرم ان احنا عارفين الخطه الشغل موجود لو انت خدت من عندنا حاجه فيها مشكله ارجع حلنا احنا نعمل لك فيها اللازم يعني انت خدت حاجه من عندنا وفيها مشكله ارجع حلنا احنا مسؤولين بقى ثانيا اي قطع غير تحتاجها موجوده عندنا انا كان يهمني حاجه واحده بس انا كنت اصور مع ابويا الحاج ده الراجل ده جاي لي من الفيوم بتوع اسيوط واسيوط وقنا وسوهاج الأقصر بنشحن لهم الشغل اللي هم بيسلموه يعني بنشحن لهم الشغل لحد هناك عشان هو مشوار طويل اما تيجي لحد من الصعيد لحد هنا كده وتجي لي مشوار بعربيه معلش مع احترامي الشديد له هو لو جابها من هناك يعني اما يدفع 1500 ولا 1000 وفك عشان عربيه تيجي مخصوصه من هناك فدي حاجه كبيره فاذا كان جاي وجايب دفع فلوسه كلها عشان يجي لنا ويزورنا سيبك من المصداقيه احنا بيع والشراء ده مالوش ده شرف انا ممكن بقى بس انا مش كده انا تاجر والتاجر عاوز لا حاجه كده انا والله العظيم انا مش في سعر بسعر ما ينفعش اتكلم في سعر ما ينفعش اتكلم في حاجه بس انا كان يهمني ان ياخد حاجه نظيفه تروح البلد هناك توفر عليهم توفر عليهم كتير جدا جدا الناس بتتعب وتتبهدل والعماله بقت زياده فده هتوفر جامد جامد البسخه العموله هتفتح وان شاء الله انا هحاول اقنعه اجيب له عجلتين حديد يمشي في وسط الخط رياحه جامد 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 وصون طيبين. السلام عليكم.